الله يرحمها إيمان تسونامي كانت قريبة من الكل وعزيزة على الكل. الله يرحمها بهذه المناسبة اللي صراحة كان خبر كالصاعقة، اللي فقنا في الصباح لقينا الوفاة ديالها اللي توفات في المستشفى العسكري. نتمنوا لها الرحمة والمغفرة، والله يصبر بنياتها شيماء وسارة، والله يصبر الأقارب ديالها والأهل ديالها. وهادشي اللي غنقول لك، ما اللسان يعجز عن زعما باش الهضره كثيره في حق هذه السيده. انسانه طيبه، انسانه طيبه القلب، سموحه، اشتغلنا معها بزاف. يعني اش غنقول لك، لا اله الا محمد رسول الله، الله يرحمها. انت كتشوف الخبر جا بالصدفه، حنا كنت شويه نعست معطله، فقت شويه معطله، كنسمع الخبر ديال الوفاه ديالها. الله يرحمها، الله يرحمها، لان كنا كنتمناو غادا تشافى سيرتو ملي مشات للمستشفى العسكري، كنقولوا غادا تولي لاباس، ولكن لله ما اخذ لله ما اعطى. الله يرحمها. هي كما شفتوا ان اخر مره اشتغلت شهر 7 و8، يعني هاد السنوات الاخيره كانت كامله كانت عندها جولات في اوروبا في المغرب. اخر شهر 8 راه كانت كتشتغل بين عشية وضحى، راه طاحت السيده وتوفات. يعني كيقولوا السبب انها التوكال، هي صراحه كانت كتقول هادشي شحال من مره، لان هي توفات بسبب ديال التوكال. كتعرف الفنان كيقدر يمشي عند الاهالي عند الاصحاب، ما كيقولش هذا غادي اديني ولا هذا غادي يضرني في صحتي، بينما هاد الناس اللي داروا هاد الفاعله هادي ما الله يسامحهم، الله يسامحهم. كما كتشوفوا راه يبقى فيك الانسان مهما كانت الخلافات بيناتهم، راه يبقى فيك الانسان انه باش توصل خوك ولا اختك المسلم لهذا المكان هذا بالطريقه ديال التوكل ولا التسمم. في الاخير شنو غيعالجوا فيه؟ لان التسمم والتوكل صعيب باش يتعالج. وهي راه كانت كتقول دائما كلمه كانت كتقولها دائما، حسبي الله ونعم الوكيل. كنت كان عبد القادر الحريزي، انا قلت تقريبا شي 20 عام وانا كنخدم مع هاد السيده. هاد السيده طيبه، هاد السيده مزيانه، الله يعمرها دار بدون افتخار، صاحبه الدرويش اللي عنده اللي ما عندوش. ولكن بحال هادشي اللي كنسمعوا فيه وكنشوفوا فيه، حشومه اللي يديروا بحال بحال الحوايج. يعني السيده بعيده منهم وادوها، ولكن باش نقول شكون هذا ولا هذا، راه كاين الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عيطت لي بنتها، هي اللي عيطت لي يوم في الصباح، قالت لي راه ماما راه الله يرحمها. وما انا ما شعرت، ما نكذبش عليك، انا حتى الله توفات لي امي، راه ضاعت لي اختي ضاعت لي. حيت ديك السيده راه 20 عام وانا معها، كنا ناكل معها الخبز، الله يعمر لها الدار بدون افتخار. لا داك الشيء ما كاين والو، اشاعه والو، اشاعه. هذا الشيء اللي وقع عليها، وقع عليها شحال هذه قديم، داك الشيء داروا سبب، هذا الشيء راه ما كاين والو فيه، غير الكذوب، فهمتي؟ هذيك الخدمه اللي كانت خدمه الخدمه الاخرى ما كاين فيها والو، فهمتي؟ انا قبل من نخدم ما نخدمش معها، الثانيه مشات مع ناس اخرين. دوك الناس هما الناس حريفيه قدام، هذوك ما عندهمش هذه اديوه. واه كيفاش غادي اديوه؟ واش السيده رزقها هذاك النهار رزقها فرقاتو عليهم، باش غادي اديوه؟ باش غادي يعرفوها؟ دوك الناس شحال هذه ما خدمتش معاهم، راه تقريبا جيل شي 10 سنين ولا 12 عام ما خدمتش مع دوك الناس. عيطوا لها شكليا قدام، ما عيطوا لها هما اللي بغاوها، فهمتي؟ وطلبوها مشات خدمت معاهم، دوزت هذاك الشيء بخير وعلى خير. صاحبي من تما جات مسكينه بالضربه ديالها، واللي دار لها هذا الشيء راه كاين الله، الله فوق الجميع، فهمتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واخويا كنت ناعس انا، حك تعرف الفنانه البليبار ديال الفنانه كيبقاو سهرانين، كي خدام كي سوا خدام كي سوا ما خدامش، كتفيق الصباح. فقت انا تقريبا دير معاه شعل التليفون، كيبان لي هذيك الفاجعه. صافي فقت نجري، هزيت التليفون عيط صافي زيت الطوموبيل، جيت نجري جريه وحده ما فهمت والو. حتى جيت عاد تاكدت، واخويا كنقولوا هذا خصها تبقى عبره، وخلي واحد الميساج للفنانه كاملين من طنجه للقويره، كي كيعرفون الناس خدمنا معاهم كاملين، بغيناهم يتحدوا ويكونوا فنانه خوت، راه كيشوفوا المصير ديالنا راه هو هذا، الاخر ديالنا هي الموت. بنادم يتهلا، اي فنان يتهلا في الفرقه اللي وراه، هذا الميساج واخا ما قالوش عادي يدي الفنانه، كنوصل لهم ميساج راه هذا النهار لابد منه. تهلاو في الدراري اللي وراكم، وتهلاو في الدراري اللي وراكم، وتهلاو في الدراري اللي وراكم، قلتها ثلاثة المرات، وديروا الخير واتفقوا بعضياتكم واتحدوا وبغيو الخير لبعضياتكم، ماشي واحد تحرم الرزق لاخر والاخر يحرم الرزق لاخر، راه الدنيا فيتها.
هادشي راه فايت، راه ما غايدوم سوى الله. حنا دابا كنجيو هاد السيده هي كانت معنا صحيحه في صحيحه، هي دابا اليوم الليله غتبات في قبرها. يلا انا يلا خرج واحد البوم على على الغبال، على الاصدقاء اللي كيديروا اللي كيديروا السوء. هاد السيده هادي خدمنا خدمت معاها، هي كانت كتديني انا نخدم، كتصيفطني نخدم في لي ريستون. هاد السيده من اطيب خلق الله، من اطيب خلق اخلاق بزاف. جاتني البكيه دابا، ما قدرتش ما عرفت ما نقول. هاد السيده بزاف بزاف تابع دابا، ودابا هي مشات عند الله ويتبعوا شي واحد اخر. واش دابا هاد الناس اللي داروا هادشي الناس ما بقاوش كيخافوا؟ لا ما كاينش، ما كاينش اخويا. واش هاد الناس دابا اللي داروا هادشي واش ناعسين دابا؟ واش غينعسوا اليوم؟ بغيت نعرف واش هاد الناس هادو واش غينعسوا اليوم؟ انا كنوصل لهم الميساج، واش غينعسوا اليوم؟ يا حتى خويا هادشي، هاد السيده هادي انا اللي عاشرتها، حنا اللي عاشرناها كاملين، حنا الاصدقاء ديالها عاشرنا. هاد السيده من اطيب خلق الله بزاف، وكدير الخير. انا كانت كتصيفط لي الفلوس، كتقول لي واحد الغافه واش خصك شي فلوس. انا كنمشي كندير سهرات في اسبانيا في فرنسا، وتعيط وتسول عليا هاد السيده هادي. الله يرحمها ويوسع عليها، والله يثبتها عند السؤال. غير الكلمه اللي كنطلبوا دابا، غير الفنانه اللي وراه شي موسيقي كيخدم معاه خصو يتهلا فيه، واللي معاه شي راجل كبير يجلسوا يبقى يصيفط ليه، عنده وليدات يصيفط ليه الباي ديالو بلا ما يبقى يدي يسخسخو في دار الحفلات ويجلسوا. هادشي اللي بغينا، وهذا الميساج راه ان شاء الله يوصل. وهاد السيده الله يرحمها، وتنطلبوا الثبات عند السؤال، نطلبوا لها الثبات عند السؤال. وكنشكر هاد المنابر اللي جات كامله، كثر هاد المنابر اللي جات كثر من الموسيقيين اللي خصهم يجيو. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.